محمد بجيجه نائب رئيس سابقا. الاجتماع اليوم اللي حول اليوم اللي باش هذه الجمعيه تعرف شكون هي الجمعيه اللي رئيس ديالها اللي ولا جديد هو سي عبد المولى الصبري، هذا هو اللي كاين. وحول هاد الناس هادو كيبحثوا لهم على مشروع جديد، يلاه هاد الجمعيه الجديده بغات تكونات، هادي هي مكونه الجمعيه ولكن المكتب الجديد بغا كيقلب على المشاريع اللي غيجيب لهاد الناس هادو ديال هاد السوق ديال مجموعه 65. وحاولوا يهضروا على حساب النظام وحساب الدبات، يتحيدوا الدبات بالنسبه لشي الباق ديال اللي كيصدوا عباد الله كيديروا الازعاج السكن والتنظيم ديال الزباله وحول العساس، كلشي هاد الامور تناقشوا في هاد الجمعيه اللي هي حاليا ولات جديده. كان تبعوا الاثنين وعجبوا هاد الناس هادو، كلشي ما كانش شي معارضه ولا شي حاجه، كلشي عجبهم الحال. بغاو الناس ساكن عطشانين، بغاو هادشي ديال النظام يتنظم السوق، بغاو بالنسبه للعشوائي يحيدوا من العشوائيه ويديروا يدخلوا على طريق المبادره الوطنيه التنميه البشريه ثاني، يعاودوا يطرحوا المشروع من جديد ثاني، وهذا هو اللي كاين. كنشكروا الصحبه ديال صوت وصوت العداله الصفه ديالي رئيس الجمعيات المهنيه مولاي رشيد للتنميه صبري عبد المولى. وكنشكروا القياده ديالنا، وكنشكروا سي جبيل، وكنشكروا القائد ديالنا، وكنشكروا السلطه المحليه كلها. هذا اللقاء هذا تعارف ودرناه حساب سوق الناس، وكان تفاعل مع الناس، جو الناس كثافه كان تفاعل معهم. حنا دابا داخلين هذه الجمعيه خصنا ننقوا هذاك السوق. حنا كاينين دبات في السوق، كاين بيفان. حنا كجمعيه مهنيه كاينين الناس معنا في السوق كنبريو لهم على هذا المشروع هذا. حنا سابقا جنا ذاك المشروع مشى، دابا كنجدو اتفاقيه ديال المشروع كنجدوها باش ناخذ مشروع لهاد الناس هادو. حنا السلطة الله يكثر خيرها راه معانا في هذاك السوق، القائد معاون معانا في هذاك السوق، رئيس الجماعة محمد جبيل معاون معانا في هذاك السوق. حنا كلشي الناس معاونين معانا، كلشي الناس ديال المنطقة معاونين معانا، كاين تفاعل مع الناس مزيان، الناس في هذاك السوق كلهم مزيانين، كلهم دراوش، كلهم باغي ياكلوا طريف ديال الخبز. راه ما كاينش شي واحد تماك اللي ما بغاش ياكل طريف ديال الخبز، راه دابا حاليا الصيف فيهم والشتا فيهم، اي حاجه فيهم. حنا كنقلبوا لهم على هذا المشروع نجبدوه لهم. النقاط اللي ناقشناهم الدابات، الابواق، الشارع اخوا، الشارع تنقى اخوا، الدابه كيتحيدوا، البيفان يتحيدوا، حنا مع السكينه ومع مالين السوق.